يا صباح الخير على كل متابعي قناة النادي الأهلي. يوم جديد، يوم جميل بنحتفل فيه وبتحتفل فيه مصر بأعياد الربيع وشم النسيم. طبعا كمان النادي الأهلي كبير دايما في كل حاجة. محضر بقى النهاردة يوم حافل للأعضاء في مقر الجزيرة، كمان في فروع النادي الأهلي في مدينة نصر والشيخ زايد. احنا كمان هنا في قناة النادي الأهلي هننقل لكم كل بقى الاحتفالات اللي هتحصل النهاردة على مدار اليوم، وأكيد بنتمنى يكون يوم جميل جدا عليكم. النادي الأهلي عمل برنامج مميز للاحتفال بأعياد شم النسيم النهاردة في كل الفروع. الاحتفالات دي بقى بتتضمن كمان فقرات فنية وغنائية وعروض للأطفال، وده أكيد لتلبية رغبات أعضاء النادي الأهلي، بالإضافة طبعا لفقرات خاصة بالأطفال زي مهرجانات الألوان وعروض السيرك. وأكيد طبعا بتبذل الإدارة التنفيذية جهود كبيرة جدا عشان يقدروا يحتفلوا بأعياد شم النسيم انطلاقا من مشاركة الأعضاء في كل المناسبات المختلفة. كمان تم تنويع بقى الاحتفالات النهاردة في كل الفروع، وده أكيد مراعاة لرغبات كل الأعضاء. بتتضمن بقى الاحتفالات النهاردة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة في مهرجان الألوان، مهرجان ده للأطفال، وبعد كده هيكون في مهرجان تاني للكبار، وكمان هيتم تنظيم حفلة للأطفال من الساعة 2 الظهر في الحديقة الرئيسية، وكمان هيكون في حفل غنائي للفنانة شذا هيكون الساعة 5:30 مساء، وبعد كده هيكون في فقرة لفرقة فنون شعبية وتنورة، وبعد كده هيكون في حفل غنائي للفنان محمد رشاد من الساعة 7:30 مساء. ده بالنسبه لفرع النادي الاهلي او بالنسبه لمقر النادي الاهلي الرئيسي في الجزيره. نروح بقى لفرع مدينه نصر. فرع مدينه نصر هيكون فيه حفل للاطفال وفنون شعبيه وتنوره واغاني شبابيه للنجوم رامي رفعت وسماح سعيد، وكمان نجوم دار الاوبرا محمد حسن، وكمان المطرب نهاد فتحي، وفرقه ليالي الشرق بقياده الفنان رائد بسام. هتقام كمان الاحتفالات دي من الساعه 11 صباحا، يعني ابتدت خلاص لحد الساعه 8 مساء. كمان بيستعد بقى فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد ان هو يستقبل احتفالات شم النسيم، وده من خلال برنامج بيشمل اقامه ورشه فنيه للاطفال من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 12 الظهر، بعد كده هيكون في فقرات غنائيه للفنان طلعت عطيه، ده من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 1 الظهر، وبعد كده هيكون في بقى شغل الاطفال وفقرات للسيرك والتنوره والساحر وفقرات للمطبخ الصيني والتوازن لحد الساعه 5 مساء، بعد كده بقى هيكون في حفل غنائي من 6 ل 8، ده هيكون للفنان محمد شاهين والفنانه ياسمين يازي.